الله اسمع بس انا عندي سؤال الشيخ فهد. اذا كان على طاري قطع الرحم الواحد مو وده يكون قطع رحم، اذا اللي اصل فيه يعني ما يتودد لي ولا يرد علي ولا يعبرني ولا اقدر اوصل له، هل انا اعتبر قاطع رحم؟ جاء وصلت ايه. ومثلا بعضهم يقول لك انا بس ارسلت رساله خلاص رد ما رد انا وصلت. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعونني، ازورهم واروح لهم وقاطعيني، واحسن اليهم ويسيئون الي، احسن اليهم بالهديه بالكلمه بالزياره ويسيئون واحلم عليهم ويجهلون علي، يعني غض عن طرفهم وهم يتسلطون، الجهل هنا جهل السفه والتطاول. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان حقا ما تقول فكانما تسفهم المل، الرماد الحار. قال الشراح تضع في وجوههم، وقال تطعمهم بعضهم، ولا يزال معاك من الله ظهير، نصره من الله سبحانه وتعالى. ما قال بلغت اقطعهم، فالقريب والرحم مهما أساء مهما نفسية. فبعض الناس قاطع خالته ليش؟ قال يا أخي عندها زوج منفس على طول، والله العظيم ما عليك من زوجها، أنت مثل اللي رايح أنت الدوام عندك مدير منفس نفسية، تترك الدوام ولا تروح؟ تروح طال عمرك. لا وتبسم وجه صباحك الخير أبو تركي، على البركة على البركة الفوز. فخال عيالها ما يحترمونك، شاهي قهوة باردة، انت رايح تأدي واجب. وبعدين شل من بالك انك تبي تتعشى، لا ترفع السقف في الاستقبال زين، وتعال زيارة خفيفة بعد مغرب ولا تطول، ترى الناس يحبون الزيارات بس ما يحبون الخرسانة هذا اللي يلبد في المجلس ما عاد يطلع هذا. نعم خلك خفيف يعني قهوة، قل لا انا ما يحتاج بس كاس موية، كاس موية يا سلام. ذا هذا طبعا البخل، اما الكريم لا، يحب انك تطعم من تمرة، حب انك تاكل، حب انك تتعشى. انا اقصد انت تعرف اقاربك ظروفهم المادية نفسياتهم. في بعض الناس ترى إلا يقلط واحد في المجلس، إذا قلت بزوركم صار طواري في البيت، الحرمة تحقق مع الرجال، أنت اللي موعده ولا اللي قال ولا جل، والبنات وحوس ما تعودوا، غير بيوت الناس مفتوح المجلس، ترى القلطة ذي يعطيك 500 ريال من جيبه زين ولا تقلط، لأنهم ما تعودوا، نشأوا لهم عشرات السنين. يقول بعض واحد ما شفنا مجلس قريبي الا يوم ما جينا نعزيه تونا نشوف المجلس. لا اله الا الله.